بتقول افكارها وما بيهمهاش حد حتى لو كانت ضد العادات والتقاليد. ضيفتي النهارده ايناس الدغيدي، نوراني. اهلا يا سيدي. عامله ايه؟ انت اللي متوحشه. لا انا جريئه. انت جريئه. الجريئه اكتر من متوحشه ولا متوحشه اكتر من جريئه؟ لا المتوحشه بتبقى عارفه عندها كده اندفاع وبتاع، انما الجريئه دي خدنا جزء دي منك. عقل، دي عقل الجريئه. حاولنا نطور. انت بتدخلي بصدرك زي ما بيقولوا المتوحشه، يعني عارفه انت بتستني ها؟ تاخديش قرارات سريعه؟ لا انا ما باخدش بال، يعني انت بتدخلي علينا بشعرك وبطريقتك عارفه، انما انا داخله متأنية متوحشه المتأنية الجريئه. وعارفه انت جايباني ليه وقدها وقدود. مش احنا قلنا حتى لو اتخانقنا هنفضل صحاب؟ مش هنتخانق لان انا ما بتخانقش. بتكبري دماغك؟ ما عنديش خالص، بالعكس كل ما بلاقي اللي قدامي مستفز بكون انا اكثر هدوءا. فين شقاوة زمان وايام زمان؟ لا 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 ما خلاص زمان. بقى في نضج بقى خلاص. لا التصريحات هتلاقيها طبيعيه هتيجي لوحدها، انا ما بقصدش التصريحات. هيقفلوا القناه يعني ولا ايه؟ هتعملي فينا ايه؟ لا ما انتوا عندكم تقدروا تشيلوا اللي انتوا عاوزينه يعني. لا ما تخافيش ما عندناش الكلام ده، وعد. ابتدي. تعالوا يلا نشوف البروفايل بتاعك الاول نعرف مين هي ايناس الدغيدي. الجريئة ايناس الدغيدي، واحدة من أشهر المخرجين في مصر والوطن العربي. بدأت أول خطوة في طريق الفن في المعهد العالي للسينما واللي اتخرجت فيه، وبعدها اشتغلت مساعد مخرج وشاركت في أفلام كتير منها أفواه وأرانب وإخواته البنات وقصر الهوى وأربعة اتنين أربعة. بعدها أخرجت أكثر من 30 فيلم أشهرهم عفواً أيها القانون. فكيف يفرق القانون بين رجل وامرأة؟ كلاهما وقف نفس الموقف وأحس بنفس الأحاسيس وشعر بنفس الشعور. امرأة واحدة لا تكفي. استاكوزا لحم رخيص. اقف يا عوج وكلمي عدل يا بنت ما سألش. ايه عاملة لي محامية؟ مذكرات مراهقة دانتيلا. ما تيجي نرقص ومجنون. قوية، جريئة، صريحة، متحررة. ايه رأيك في البروفايل؟ جميل. انا بشكركم على تعبكم فيه بجد. لا جميل. في اختلاف في النبرة، ما بقتش حد زي زمان يعني متحررة. كنت حسيها بتقوليها من في قلبك. في نضج، في ثقة بالنفس، في خبرة خدتها في الحياة، انه حتى الكلام اللي انا بقوله اللي بيصدم الناس في بعض الاحيان صدقيني بيفكروا فيه. المجتمع رفعتي راية بيضة وقلتي خلاص انا تعبت. لا 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 ما رفعتش لسبب، انا ما قصدتش عمري ان انا اعمل حاجة مقصودة.